من سانت بطرسبرغ الزميلة أمل الحناوي مفوضة القائد الإخبارية معنا مباشرة الآن. إذن أحييك أمل، وأنت متواجدة في حضور هذه القمة في سانت بطرسبرغ، كيف تبدو التفاصيل لديك إلى الآن؟ نعم حساني، بعد التحية لك وللسادة المشاهدين مختلف أنحاء العالم، يعني بدأت الاستعدادات في سان بطرسبرغ لانعقاد القمة والتي سوف تنطلق غدا الخميس وتستمر لمدة يومين، ساعات قليلة وتنطلق هذه القمة الروسية الإفريقية الثانية بحضور مميز من قبل القادة والزعماء الأفارقة ورجال الأعمال مستثمرين من روسيا ومن إفريقيا، وبالطبع على رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي كان قد حضر القمة الأولى التي انعقدت في سوتشي في عام 2019، والتي كانت مصر تترأس في حينها الاتحاد الإفريقي. القمة الإفريقية أو القمة الروسية الإفريقية الأولى التي عقدت في منتجع سوتشي كانت تحت رئاسة روسية مصرية مشتركة. العديد من الملفات ستكون مطروحة على طاولة المناقشات بين الجانب الروسي والجانب الإفريقي. أيضا وجه منذ قليل الرئيس بوتين كلمة وجه فيها أو بعث فيها بالتحية للزعماء والقادة والضيوف المشاركين في القمة الروسية الإفريقية والتي تنعقد غدا في سان بطرسبرغ، وأكد أن روسيا تعول كثيرا على التعاون مع إفريقيا في السنوات المقبلة، وأكد أن العالم يتغير وأصبح عالم متغير، الغرب عالم جديد، ستصبح في إفريقيا يعني واحدة من أهم يعني الدول التي أو أهم الأقطاب التي سوف يكون لها تأثير عالمي في مختلف المجالات. أيضا الرئيس الروسي قال أنه سوف يكون هناك تعاون في الكثير من المجالات مع الدول الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بالمجال الزراعي وتوفير الكثير من الحاصلات والمواد الغذائية التي تعاني إفريقيا من نقصها كالحبوب والشعير والذرة، وأيضا توفير وتصدير روسيا للأسمدة بشكل مجاني. الرئيس الروسي بعد ترحيبي بالجانب الإفريقي والمشاركين من إفريقيا في هذه القمة وتأكيدي على الدور الهام الذي تقوم بإفريقيا في المنطقة وفي القضايا التي تحدث عالميا، وخاصة بعد يعني جائحة كورونا وأيضا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. هناك أيضا تأكيدات من قبل السيد ديمتري بيسكوف وهو المتحدث باسم الكرملين بأن روسيا لا يوجد لديها أي تنافس أو أي صراعات مع الغرب، الغرب ولا ينافس أيضا يعني الغرب في إفريقيا، وقال أن الرئيس بوتين سوف يعقد لقاءات ثنائية مع القادة الأفارقة وأيضا لقاءات متعددة الأطراف سيناقش أوجه التعاون المختلفة التي سوف يستفيد منها الجانبان الروسي والإفريقي، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والتسليح ومكافحة الإرهاب ومكافحة الفقر وقضايا التعليم وكيفية تبادل الخبرات في المجال التعليمي، وأيضا كيفية نقل الخبرات في المجال الزراعي في إفريقيا، وأيضا بالطبع في مجال الوقود ومجال الطاقة. نعم حساني، إذن هي تفاصيل كثيرة حقيقة، وسوف أتركك مع فعاليات هذه القمة والتقي معك إذن. أيضا حساني من أن نعم تفضلي تفضلي أمل حساني، أيضا حوالي 30 حلقة نقاشية سوف تعقد على هامش هذه القمة على مدار يومين، وتم التأكيد على أنه سوف تكون هناك جلستين عامتين مهمتين سوف يلتقي فيها الرئيس بوتين في لقاءات ثنائية واجتماعات متعددة الأطراف مع القادة والزعماء الأفارقة. ستكون هناك أيضا جلسة
وستبدأ أيضا القمة وأعمال المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي يعني بتنفيذ الاستراتيجيات بعد أن تم تحديدها في القمة السابقة والتي عقدت في عام 2019 عن طريق لجان حكومية مشتركة من الجانب الروسي والجانب الإفريقي. نعم، إذن هي تفاصيل مهمة وكثيرة، يبدو أنها سوف تأخذ حيز كثير من المناقشات كما قلت أمل، وسوف نتركك إذن مع فعاليات هذه القمة وأنت فيها في سانت بطرسبرغ. أشكرك شكرا جزيلا الزميلة أمل الحناوي مفوضة القاهرة الإخبارية.